نمسك الأولانية دي، أنا عايزها تبتدي تشتغل إمتى؟ خليها لما أجي أنا أضغط عليها بالماوس، يبقى لما أجي أضغط على الفراغ ده هيبتدي يعمل اللي أنا هقوله عليه. إيه بقى اللي أنا عايزه؟ أنا عايزه يمشي لقدام. طيب علشان يخبط في الضفدعة التانية دي هجيبها هنا، أدي سهم إنها تمشي لقدام. طب هتمشي كام خطوة؟ لو عملت الجريد علشان أشوف هتحتاج كام خطوة علشان تخبط فيها، أدي 2 3 4 5، تمام؟ 5. وعملت كده وقلت لها امشي اهي، شايفين؟ اما تبتدي تخبط فيها. طيب يبقى لما انا هضغط على الفراغ دي هتبتدي تمشي لقدام 5 خطوات وبعد كده وترجع مكانها. طب ترجع مكانها ازاي؟ بالسهم العكس، ان هي تطلع لقدام وترجع تمشي تاني لورا برضو نفس ال5 خطوات اللي طلعتهم ترجع، تمام؟ وكده يبقى هي خلصت البرنامج بتاعها، تمام؟ طب نجربها كده، لما اضغط عليها خلصت ورجع. طيب لو خدت بالك هتلاقي شكل الضفدع اختلف وهي راجعة. طب انا اصلح المشكلة دي ازاي؟ انا عايزاها ترجع لمكانها تاني، تبص بس خطوة واحدة انها ايه، تعدل نفسها كده تاني. نجربها، لو عملت كده اهي بس واتعدلت مكانها، او نخليها كمان 0 على اساس ان هي بس تبص في اتجاهها اللي كان الاولاني، ما ترجعش تتحرك. نعمل تاني ورجعت مكانها، تمام كده؟ الكود بتاع الضفدعة الاولانية خلص.